أكدت وسائل إعلام من روسيا أن وفود الفصائل الفلسطينية المدعوة للمشاركة في اللقاء الفلسطيني وصلت إلى موسكو. وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاءات مع ممثلي حركة فتح وحركة حماس خلال زيارتهم لموسكو. من جهته صرح السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن نقاشات الفصائل ستبحث مسألة الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب. وينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو السيد عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني في موسكو. سيد نوفل، مرحبا بك. وطبعا لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو تتجه الأنظار إليه باعتباره ربما محطة أولية إلى الوصول لموقف موحد، حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار غزة. ما المأمول من هذا اللقاء في موسكو؟ وهل يمكن تلخيص كل هذه اللقاءات أو حتى الخلافات بين الفصائل في مدة يوم أو يومين؟ شكرا أختي الكريمة على هذا اللقاء. بالتأكيد صحيح، نجتمع الآن في موسكو 14 فصيلا فلسطينيا، والعنوان الوحيد والأوحد هي ما هي السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة العدوان الإسرائيلي. واستغل هذه الفرصة لأدين الهجوم والكارثة الإسرائيلية التي عملتها هذا اليوم في مخيم رشيد في غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 فلسطينيا، جرح أكثر من 250 من المواطنين العزل البسطاء الذين يقفون على نقود القبز. وفي هذا الإطار الفصائل الفلسطينية تجتمع اليوم لمدة يومين، اليوم وغدا، لمناقشة كل السبل والوسائل الكفيلة بتجاوز المرحلة الماضية. كان اللقاء في صباح هذا اليوم مع السيد الوزير لافروف، والذي وجه رسالة واضحة للفصائل الفلسطينية أن روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا تقف إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية من جهة، ومن جهة أخرى أن روسيا مستعدة لاستضافة حوارا فلسطينيا متجددا لتجاوز كل المعيقات الفلسطينية التي تواجه الوحدة الفلسطينية. ونحن في هذا السياق تجتمع اليوم وغدا تحت عنوانين رئيسيين في هذا الموضوع: حكومة التكنوقراط التي يجب أن تدير الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إعادة هيكلة وإعادة بناء غزة المدمرة. كما تعلمون غزة بحاجة أكثر من 20 مليار دولار وبحاجة لمؤتمر المانحين، وهذا الكلام يجب أن يتم من حكومة متوافق عليها وحكومة التكنوقراط من جهة، والجهة الثانية هي منظمة الحياة الفلسطينية الوعاء الشرعي. وكما تعلمون القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض قبل شهرين أشارت بشكل واضح أن منظمة التحرير هي الوعاء الجامع لكل الفلسطيني، وبالتالي كذلك دراسة السبل والوسائل الكفيلة بدخول بعض المنظمات مثل حماس والجهاد وغيرها التي لم تدخل منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود وتدخل منظمة التحرير الفلسطينية وفق شروط منظمة التحرير الفلسطينية التي هي جزء من المجتمع الدولي. كل هذه القضايا تدارسها خلال اليومين اليوم وغدا في محاولة جادة للوصول إلى قواسم مشتركة تسهل هذا الموضوع وتسهل علاقاتنا مع الدول المانحة وتسهل علاقاتنا مع المجتمع الدولي. ولكن العنوان الأبرز لكل هذه الأمور يبقى وقف العدوان ووقف إطلاق النار. سيد نوفل، كما ذكرت هناك محاولة جادة برعاية روسية هذه المرة رغم كل المحاولات السابقة من أجل الوصول إلى وحدة فلسطينية، لكن هناك بالطبع تحديات أمام الوصول إلى هذه المرحلة أو هذه النقطة، ما أبرزها؟ وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي قال للعرب إن السلطة الفلسطينية القائمة هي السلطة الشرعية المخولة بتولي زمام الأمور والمسؤولية في غزة وكذلك الضفة الغربية في المرحلة المقبلة. ألا يعتبر مثل هذا الموقف تحديا أمام الوصول إلى اتفاق بين مختلف الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو؟ بالعكس، هذا هو المطلوب تماما. ما أشار إليه وزير المالكي هو في منتهى الدقة والوضوح، بمعنى أنه كما تعلمون ومتبع للأخبار ما يتحدث به الإعلام الإسرائيلي والغربي والأوروبي أن هناك رفضا لحماس وهناك إدانة لحماس بين قوسين، ولكن نحن لدينا موقف مختلف. وبالتالي في هذا السياق السلطة الشرعية والمؤسسات الرسمية هي القناة والأداة الوحيدة المناسبة لإدارة غزة والضفة الغربية في المرحلة القادمة.
وبالتالي طبعا في هي الفكره العامه في هذا اللقاء مراجعه كل هذه القضايا ومجادة القواسم المشتركه لكي نشكل فريقا واحدا لاداره الازمه في المرحله القادمه من خلال البوابه الفلسطينيه، من خلال الشرعيه الفلسطينيه، من خلال منظمه التحرير ان شاء الله. نعم، بالنسبه لموضوع اعاده اعمار غزه، هل تعتبر من اولويات هذا اللقاء كما ذكرت الاولويه الاولى وقف العدوان الاسرائيلي على غزه والوصول الى اتفاق لوقف اطلاق نار دائم في القطاع نظرا لسوء الأوضاع كما ذكرت اليوم مجزرة شارع الرشيد تدق ناقوس الخطر بضرورة الوصول والإسراع في الوصول على ما يبدو إلى وقف دائم وليس مؤقتا لإطلاق النار في غزة؟ الفلسفة عندنا هي على النحو التالي: أولا وقف إطلاق النار، دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المواطنين وأهلنا في قطاع غزة، وقف المجزرة الدموية، والدعوة الذهاب إلى مفاوضات. في هذا السياق أحد أبرز العناوين كما أشرنا هي إعادة إعمار غزة وتأهيل غزة المدمرة. غزة هناك حسب قرارات الأمم المتحدة أصبحت منطقة غير قابلة للعيش، بالتالي نحن معنيون وهذه بلدنا وأهلنا ومواطنون بإيجاد الحلول الصحيحة والسليمة، وعلى المجتمع الدولي كذلك أن يستجيب لهذا التوجه. في هذا السياق من هنا جاءت استقالة الحكومة الفلسطينية، من هنا جاءت الرؤية بتقديم حكومة جديدة، حكومة تكنوقراط مهمتها الأساسية إعمار غزة. هذا ما نحن عازمون عليه إن شاء الله. نعم، بالنسبة لمواقف الدول الغربية سعادة السفير الفلسطيني، كيف تنظرون إليها خاصة الولايات المتحدة؟ يعني سيدتي الكريمة، احنا في الموضوع الفلسطيني، في موضوع المعركة، في موضوع الحرب، هناك مصادرة أمريكية للقرار السياسي تمنع أي دولة أخرى دخول على ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وهناك مواقف غربية، يعني طبعا هناك تغير في المواقف نسبيا، تغير إيجابي حتى في المواقف الأمريكية، ولكننا كفلسطينيين دفعنا دماء أطفالنا ثمنا لهذا التغير. نحن نريد موقفا أوروبيا أمريكيا واضحا بالاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لعمل كل المتطلبات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين، ومن ضمن هذا الموضوع كما أشرنا أن غزة ضمن دولة فلسطينية تستند إلى موقف واضح لا يقبل القسمة، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأعتقد أن الوقت هو الوقت المناسب الآن على المجتمع الدولي لكي يستجيب لهذه الرؤية، وهي الرؤية الأمثل والأفضل والأحسن في هذا الإطار. هل هناك دعم سيد نوفل لدعم إقليمي عربي لهذا اللقاء، لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو؟ يعني لا أعرف إذا كان في دعم عربي، ولكن فلسطينيا كما أشرتك يعني نحن هذا اللقاء فلسطينيا يستند إلى الرؤية العربية التي تتحدث عن المرحلة القادمة ما بعد غزة، وهذه المرحلة تتحدث عن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي هذا الإطار هي محاولة للملمة الملف الفلسطيني كما أشرتنا في إطارين، إطار حكومة التكنوقراط والمرجعية ومنظمة التحرير الضامن والشرعية الرسمية التي يعترف بها العالم جميعا يعترف منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي يعني نحاول أن نرسل مش رسالة، نحاول أن نتفق جميعا كفصائل أنه الآن نحن في مرحلة صعبة ومعقدة وقاسية، ويجب على الجميع أن ينضوي تحت منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة المرحلة ومتطلباتها. شكرا جزيلا لك سيد عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني.